وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. فبعد فيقول الناظم رحمه الله: ولا الحوض والميدان إنك تنصح. قدم يقومنا ميزان من لولينا ميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي سراء يمين مزنبت ويسراء يتطافب بالصحف قصوش يمين مزنبت ويدمو راسو سويو يسرى بالتبي السريو يمين مزنب بس محنون أصلي فنان بسوستين الملكو ميزان اندال ناصر الجامعة والمالد. ولا الحوضة ملو حوضة من الدفاع صلي فنان إنك تنصح أنت تمكر الله إهن نقرب حقيقة عند التاسبتنا. وقد يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطحه. وقل بل يخرج الله الله يا وتعالى بل العظيم تلك هنا الله بفضله بس فضل بس سطعتا ياوات قلب الأهبل من النار ساتوس أجسادا جسد وچن سونة وچن من الفحم كفحم يهونو فحم مالك كسل يهونو تكسل يهونو مالك من الفحم تطرح يطلع للنزي جسد وچ على النهر بونزوس في الفردوس تحيا بمائه في الفردوس بفردوس وس هي اسم من أسماء الجنة ويطلق أيضا على أعلى الجنة. كحبي لك عند انطات بيتين هي زي قال لو حب ميلو لسوق قلب ما يهون زنبلو بره علي يمي بكل عينت سري يزي عينته نو حب ميبالو حبه يميبالو دمو سندي فري دبس فري النزي يميبالو قنطات وش دمو እነዚህኛዎቹ ሐባ ነው የሚባሉት። እዚህ ጋር ሒብ ነው የሚለው ተሒቢ ፈትሐ ደረገው ቦታ ላይ ትርጉሙ ሐባ ነው የሚሆነው። ሐባ የሆነ ጊዜ የሚበላው ሰው የሚዘራው ሒብ የሆነ ለታ ደግሞ ሰው የማይዘራው ፍሬ حب بلد كحب حميل السيل الى عندنا ونسقالا عندنا ولي دمو كحب الى المهم فريلا مالك. وقل بل يخرج الله العظيم الله سبحانه وتعالى يا وتعالى تلقوا يا هنا جيتا بفضله بس فضل بس سطوتا بس رحمه من النار كأسات يوطع البل أجسادا جسدوش من الفحم
እነዛ ጀሰዶች ሚነል ፈህሚ ከከሰል ይሆኑ የተባለው በጣም ከመጥቆራቸው የተነሳ እንጂ የሰውነት ናቸው አስሉማ سبحان الله በጣም ጀሰዶቹ ከመጥቆራቸው የተነሳ እንደ ከሰል ይሆኑ ማለት ሚነል ፈህሚ ተጥራሁ ይጣላሉ ይላል የት ነው የሚጣለው ቀጥሎ እየመጣላችሁ ነው على النهر ወንዝ ላይ ይጣላሉ في الفردوس تحيا بمائه في الفردوس يميلو بفردوس وسط مالتنا والله اعلم ما جرحاتشو في الفردوس يهنال يميلو امي هنو فحديث لا يمتعو نبياتنا عليه الصلاة والسلام حديث يتناقرون دجل يمي أسر الدو فردوس يميل يلهم حديث لي يميلوا من جنو فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة خردل من إيمان بقلب وسط كسنافج فريتحل بتاتش 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 ኢማን ያለው ሰው ትንሽ የሆነ ማለት ከሰናፍጭ ፍሬ በታች አለ ያላህ ወዲያ የዚህ አይነቱን فاخرجه من النار የሚል ትእዛዝ እንደሚመጣው ነው ለመላእካው ከዛ በኋላ ከውስጡ መላእካው ያወጣል ማለት ነው አላህ ትእዛዝ እንዴት ያሉ ጀሰዶችን من الفحم هم ከከሰل ይሆኑ ከከሰل ማለት ሰዎቹ ከሰል ሆነዋል اعوذ بالله حياه الله ጨው እየተባለ حياه الله ጨው ነው ሚጠቅም حياه ባይሆንም ማለት حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفاعه فجيء بهم ضبائر ضبائر يتقاتلوا جماعه جماعه ሲሆኑ ይመጣሉ የሚል حديث አለ فبثوا على انهار الجنه بجنه ወንዞች ውስጥ ይለቀቃሉ ثم قيل يا اهل الجنه افيضوا عليهم ከዛ ምን ይባላል እናንተ የጀነት ሰዎች እናንተ ዘንድ ካለው ያ አላህ ረህመት በእነሱ ላይ አፍሱባቸው ይባላሉ የሚል ሐዲስ አለ ከዛ فينبتون نبات الحبه تكون في حميل السيل سيل ማለት ይሄ ጎርፍ ነው ጎርፍ ተሸክሞት የሚሄደው ፍሬ ደለሉ ጫፍ ላይ ሆኖ ሲበቅል በጣም የበቀለ ሆኖ ጥሩ አበቃቀል ይበቅላልና ልክ እንደዚህ ሆኖ እነሱም ተመችቷቸው መጨረሻ ላይ ይበቅላሉ እንደገና ማለት ሱብሃንአላህ ፍልፍርዳውስ የሚለው እንግዲህ እነዚህ ወንዞች አሉት በጀነት ውስጥ ስለሆነ مؤلف رحمه الله ይሄንን ወንዙን በጀነት ውስጥ ያለ ነው ብሎ ለመግለጽ ሊሆን ይችላል ያስቀምጣው ወይም ደግሞ መመለሻቸው ፍልፍርደውስ ነው ለማለት ሊሆን ይችላል ፍርደውስ የሚባለው የጀነት ክፍል ነው ከጀነት መሐለኛውና የበላይኛው ክፍል ነው። اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنه ووسط الجنه وفوقه عرش الرحمن እሱ የጀነት መሐሉ እና ከፍተኛው ነው ከሱ በላይ ያ الرحمن عرش ነው ያለው ነው አሁን እዚህ ላይ على النهر يطالالو تطرحو مالت يطالالو نو انذي جسدوچاچو على النهر بونز لاي في الفردوسي فردوس وسط لا يا ونز فردوس وسط ياله عليا دمو بونز لاي يطالالو مچرشاچو فردوس يهنال تحيا بمائه تحيا هياو يهنالو بمائه
በዚህ በጀነት ውስጥ ባለው ውሃ በጀነት ውስጥ ባለው ወንዝ ውሃ ህያው ይሆናል። ማኡል ሐያት የሚባል አለ፣ ህይወት ይዘራባቸዋል። ጥሩ የሆነ ህይወትን ያገኛሉ። فيحيون ከዛ በኋላ እንዴት ነው ህያው የሚሆኑት ከተባለ እየመሰሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጠቀሱትን ነው። እዚህ የጠቀሰው ከሕቢ ሐሚል ሰይል ወይም ከሕቢ ሐሚል ሰይል። ከሕቢ የሚለው እንደ ቅንጣት እንደ ፍሬ፣ እንዴት ያለ ፍሬ! ሐሚል ሰይል የሰይል የዚህ የጎርፍ የተሸከመው የሆነ ፍሬ ልክ እንደሱ። ኢዝ ጃአ የጥፈሑ ኢዝ ጃአ በመጣ ጊዜ የጥፈሑ እየፈሰሰ በመጣ ጊዜ ወይም ኢዝ ጃአ የጥፈሑ እየሞላ በመጣ ጊዜ ጠፋሐ ልኢናኡ ይባላል። ኢደም ተላአ በሞላ ጊዜ የፊዙ ብለው ይፈስሩታል። ሞልቶ አሁን ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ የሚፈሰው የሆነው ነገር ማለት ነው። በኃይለኛው በጎርፍ ተሞልቶ በመጣ ጊዜ ጥግ ጥግ ላይ የሆኑ እነዚህ ፍሬዎች ጫፍ ጫፍ ላይ ይሆናሉ። ከዛ በኋላ በጣም ተመችቷቸው ይበቅላሉ ማለት ነው። እንደነዚህ ጥግ ጥግ ላይ ሆነው እንደሚበቅሉት ተመችቶት የሚበቅልም የለም። በጣም ተመችቷቸው ኸድራ ሆነው ታያቸዋል። ልክ እነዚህም ሰዎች እንደዚሁ እዛ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዛ ውስጥ ካወጣቸው በኋላ ፈህሙ ሆነው ከሰል ሆነው ማለት ነው ካወጣቸው በኋላ በዛ በ ጀነት ወንዝ ውስጥ ሲሆኑ በዚህ አይነት ያምራሉ ይስተካከላሉ ነው። ይሄ እዚህ ጋር የተነገረው ነገር ኩፋሮችና ሙሽሪኮችን አይመለከትም። እነሱ ሙኸለድ ናቸው። ፊናር لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخرجون منها ابدا ዘላለም የሚወጡ አይደሉም እነዚህ። والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها قطاتو አይቀለልላቸው። الله ደሞ ሞትን ፈርዶላቸው ሞትን አያገኙ። እነማ ኩፋሮቹ ሙሽሪኮቹ اهل الكبائر ትላልቅ ወንጀል ይሰሩ الله سبحانه وتعالى ምሮላቸው ቀጥታ ጀነት ያልገቡ ምሮላቸው ቀጥታ ጀነት የገቡ ሊኖሩ ይችላል ትልቅ ወንጀልም ሰርተው። ነገር ግን በትልቅ ወንጀላቸው ሰበብ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊቀጣቸው ፈልጎ ጀሀነም ያስገባቸውና ከመቀጣታቸው እና ከቅጣቱ ክብደት የተነሳ ልክ እንደ ክሰልም ይሆናል። አላህ ታዲያ በሱ በረህመቱ ያወጣቸዋል መጨረሻ ጀነት ሊያስገባቸው። መጀመሪያ ግን የት ውስጥ ነው የሚገቡት? في نهر الجنة ከዛ ሰውነታቸው ከእንደገና መብቀል ይጀምራል ማለት ነው። በዛ ውስጥ ሆነው ወንዝ ውስጥ ሲከተቱ ህይወት ትክክለኛ የሆነውን ህይወት ማለት ነው ያንን ያገኛሉ። ያንን የቅጣት ህይወት ይገላገላሉ። እዚህ ላይ ለመጥቀስ የፈለገው ሙአሊፉ ረሂመሁላህ ከባኢር ሲሰሩ የነበሩ ወንጀለኞች عند اهل السنه تحت المشيئه ናቸው። ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍላጎት ስር ናቸው። አላህ ከፈለገ ሳይቀጣቸው ይቅር ሊላቸው ይችላል። በሰሩ ትልቅ ወንጀል ሳይቀጣቸው ይቅር ብሏቸው ጀነት ሊሰጣቸው ይችላል። ይህ የሱ ፍላጎት ካልሆነ ደግሞ ቀጥቷቸው በሰራው በሆነ ማዕሲያ ልክ
ተቀጥቶ ይህ ዓሲ የሆነው ሰው ትልቅ ወንጀል የሰራው ሰው ወደ ጀነት እንዲመለስ ይደረጋል። አሁን ባየነው መሰረት ይሄ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ አቋም። ይሄንን ቤት ሲቋጥር ሙአሊፉ ረሂመሁላህ ረድ ማድረግ የፈለገው ማን ላይ ነው ከተባለ ኸዋሪጅና ሙዕተዚላ ላይ። ኸዋሪጆች ኸዋሪጅ የተባሉት ሊአነሁም ኸረጁ ዐላ አሚሪል ሙእሚኒን علي بن أبي طالب بأمير المؤمنين علي ليس لوطو كلتنا خرجوا عن طاعة الله كالله طاعة لوطو في طاعة ولاة الأمور ولاة الأمور بمتذب الله سبحانه وتعالى يسكمتون تتوس سلافة نقطو خواري تبلاس خواري مالك وجه وجه مالك خرج مالك وطانو خوارج وجي مالت خارج عنده خارجي يا خوارج عوالنا ده مالت خوارج وجنا معتزلة وجه عند ما يرجعت شو أقوام عنده إيهنا تلك وانجلي سران ثو ولدتم بآخرة قد يولى يسمى ماله من ما هون ذا العالم جهنم مستي زوات ترال بلون ميت ايه دمو مخالف للكتاب والسنه ولما عليه اهل السنه لا قران لا لحديث يا اهل السنه ائمه وچ لالوب صحابوچو سلفوچو لالوب تاقام يخالفه يتقرر منه خوارجوچو دنيا عليه سلالوس تلك وانجل ميسرا سو مندنو حكمه تبلو سيتجيكو كافر አኽራው ቀደም ተነግሯላ ስለ አኽራው ምንድነው የሚሉት ጀሀነም ላይ ዘውታሪ ነው ሙዕተዚላዎች ሲጠየቁ በዱንያ ላይ ምን ትሉታላችሁ ትልቁ ወንጀል የሚሰራ መንዚላ بين المنزلتين በሁለት ስፍራዎች መካከል ያለ ስፍራ ነው የምንሰጠው አለ لا نقول انه مؤمن ولا نقول انه كافر مؤمن نو بلان عنلم يقولوا ما مسلم نو بلان عنلم الناس يفلقوا بس مؤمنين نو مسلم نو بلان عنلم كافر نو بلان عنلم من دمع لما سرد موكرو بمثال كرجل خرج من بلده يريد بلدا آخر لك اندى صونه كهاجرون دو التعال للا هاجر فلقوا نقر قن ولم يدخل الى البلد الذي اراد يفلقوا هاجر الجبام كهاجر وطن يفلقوا هاجر الجبام لك اندزي سو منجل لين يالو ديتيه نو يالو المنزله بين المنزلتين بهلتو سفراوش ماحكل ياله سفرا كايمان وطن كفر وسط الجبام ايه نو يا معتزله وتجو تلق وانجل يسراس لمثال الزنا ما يدرك سو مال اخر ليس له سيبالو نقول بما قالت به الخوارج خوارجوچو بالو بتنو منلو يا مندنو تلك وانجيل يسراسو جهنم وسط زلالم يزوترا بدنياو گداي تخالفو لبب يا دنياو گداي لي يتوسنا خلاف بسيط تنش لجونت الله نسو مندنو خوارجوچو كافر نو ميلو تنزينيو معتزلاوچ بهولت درجهوس محاكل اخرون سيتجيقوا يا اخرو گداي ሁለቱም የሚስማሙ በታቋም ምንድነው جهنم ውስጥ ዘውታሪ ነው خالد مخلد بنا ذا العالم لو ميزوترو ይሄ የሁለቱም ጀማዓ አቋም ነው ይሄን الرد ለማድረግ ነው اهل السنه والجماعه سلا مرتكب الكبيره تلك وانجل سلام يفطموا سوقች بيتجيقوا بقلسب درجة للم بقلسب درجة يا قلسب حكمه إلى الله ودع الله يبان للم يكلي ذيني سرال سلك لي من تلع الله الله يمروا الله يمروا أم الله أني من أكال لهم أني من أكال لهم يبان للم سلك قلسب عند سوء من أم يكون قريل الله يمار اللت أي مار اللت نقر قل
ጥቅል የሆነው ህክሙ ምንድነው? እንደ አህሊ ሱና ትልቅ ወንጀል የሚሰራ ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምሮለት ቀጥታ ጀነት ሊገባ ይችላል። ኩፍር እስከሌለበት ሽርክ እስከሌለበት ድረስ አለያ ደግሞ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅጣት በሱ ላይ ወርዶበት አላህ ቀብሩ ውስጥም ቀጥቶት በሰራው ወንጀል በትልቅ ወንጀል ምክንያት ከእንደገና ደግሞ ጀሀነም አስገብቶ ቀጥቶት በተውሂዱ ምክንያት መጨረሻ ላይ ሊያወጣው ይችላል። ከሁለት አንዱ ነው። ጀሀነም ውስጥ ይዘወትራል ወይ ከተባለ አይዘወትርም። ይሄ ሙጅማዕ አለይ እንዳልሱ ነው። ትልቅ ወንጀል በመሰራቱ አይዘወትርም። ይሄ ነው ቁርአን ላይ ታዲያ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مؤمنا هون بلو يجدل يسو جزاء جهنم نو زو تاري هونو سال ليلا يهنن سنديتنا من ناقب ابو اهون كتناقرنا ونقرق يا اهل السنة والجماعة قوام اي زو الترم تلك وانجل نو ويس كفر نو مؤمنا مقدل كتب على كفر درجة عندما يدرس يتوقع تلك وانجل እንዴት ነው ታዲያ ጀምዕ እናደርገው? እዚህ ላይ ኻሊደን فيها ሲባል የተፈለገው ይዘወተራል ሲባል እንደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢመነዳው ኖሮ ምንደው ዘውታሪ መሆን ነበረ ያንዳንዱ ዑለሞች መልስ ነው። ነገር ግን አላህ በዘይነት አይመነዳውም እንጂ ሁለተኛ ኻሊደን ተብሎ እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሰው ከሌሎቹ ተላልቅ ወንጀሎች አላህ ከቀጣው ዘውተር የሚያደርግ ነው ማለት እንጂ እስከ ዘላለም ይዘወተራል ማለት አያስይዝም። አልሙሂም በዚህ አይነት ይመለሳል። ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? ያጥፋሁ የሚለው ተይዞላችኋል። ያጥፋሁ ማለት ይፈሳል ወይም ደግሞ ይሞላል ማለት ነው። وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح وإن رسول الله يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام للخلق لفطرتاته لخلق شافع شافع ناتشو ይህንን እመን ይህ ያህል ስነ ወልጀማዓ ቀብነው ነው ቁርአን ሐዲስ ላይ መጣን። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዚህ ጋር የተፈለገው ረሱሉላህ ሲል እኛ የምናውቀው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ረሱሉላህ ተብሎ ሲጠቀስ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው የሚመጡት ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የአላህ መልክተኛ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለልኸልቂ لخلق شافع شافع ناتشو لخلق سبال زي تفلقوا لهم ميدرس تلقوا شفاعة شفاعة العظمى ويمنموا كبرى ميبالوا ايه في عرصات يوم القيامة القيامة كان ميدولي صوتشي حديث شفاعة لين دمتوا بتعمي شنقات شوال በጣም ጭንቁ ይበረታባቸዋል። ችግሩ በጣም ይጠናባቸዋል። ከሚሽሉት በላይ ይሆናል። ከዛ በኋላ በጣም ሲጨንቃቸውና በጣም ችግር ውስጥ ሲገቡ አላ ተራውና ማ ቀድ በለገኩም ይባባላሉ። አረ የደረሰባችሁን መከራ አትመለከቱም ወይ? አላ ተንዙሩን ማን ይሽፈዑ ለኩም ኢላ ረቢኩም ወደ ጌታችሁ የምትልኩትን ሰው ለምንድን ነው ማትፈልጉት ከመሐከላችሁ ብለው ይባባላሉ። ከዚህ በኋላ فيقول بعض الناس لبعض ከፊል ሰዎች ለሌላው ምን ይላሉ? عليكم بآدم ከማንም የበለጠ አባታችን አደም አይሻልም? አደምን አደራችሁን እሱን ፈልጉት እስቲ ይባላሉ። አደምን عليه الصلاة والسلام ይመጡታል። አንተ አቡል በሸር ይሉታል። خلقك الله بيده
አላህ በጁሪ ፈጠረ ሰብሁላህ ደምን አላህ በጁሪ ፈጠራች ونفخ فيك من روحه አላህ ከመረጠው ከሆነ ምሩህ አላህ እኮ የነብዩላህ ደምን ሩህ ወደ ራሱ አስጠግቶ የተናገረበት ቦታ አለ ሩህላህ ተብሎ የተባለበት ምክንያት ለተሽሪፍ ነው ይሄን ቃዒዳ ያዙ የትኛውም ሲፈት የሆነ ነገር ዛት ያልሆነ ነገር ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተضيفه ከተነገረ ሲፈት ነው ነገር ግን ዛት ያለው ነገር ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተضيفه ከተነገረ ሁሉ ለተሽሪፍ ነው የሚነገረው ፍጡር መሆኑንም በዚሁ ታቃለ ለምሳሌ ቤቱላህ ይባል ቤት ዛት ያለው ነገር ነው ወይስ አይደለም معناه هو ذات بيت ها سمع الله بيبال وين كلام الله بيبال كلام من بنو معناه هو ذاته معناه معنى يهونه نجر ودا الله كتضيفه صفته ذات يهونه نجر ودا الله كتضيفه مخلوقنا بيت الله مخلوقنا ناقة الله مخلوق نج عند ذيها مثلا روح الله تبال ذيقا روح يميله ذاتنا روحكم معنا للم لببب روح ذاتنا رزيني الله نبتني عليه الصلاة والسلام يموت سوء ينمي فتب سمكري ياسين ناقروا إن الروح إذا قبض تبعه البصر روح ب ተወጣ ጊዜ አይን ይከተለዋል ይላል እንዴ የሚፈጠው ለዛ ሩህ ምን ስለሆነ ነው ዛት ነው ዛት ነው ሩህላህ ይባል ለተሽሪፍ ነው የተጠገው እንጂ እንደ ሲፈት ሆኖ አይደለም የመሳሰለ ነው المهم الا تنظرون الى ربكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم ودجتاچو شفاعه የሚያደርግላችሁን ሰው ፈልጉ ይባላሉ ከዛ አደም ጋር ይመጣሉ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك ملائكوتن عزوا لانت سجود وردوال اشفع لنا الى ربك ودجتا شفاعه ادرجلن بلاو يلوتال الا ترى الى ما نحن فيه يالنبتن چنقاتا يموي الا ترى الى ما قد بلغنا يدرسبن چنقاتا يموي ادم من لاچوال ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله جيتا يزاري تقطصوال اندي حالن قطا تقطصو ما يقون ولن يغضب ما يقطاونم بعده كهم بهالا مثله زينب واني نهاني عن الشجره فعصيته እኮ ዛፋት ብላ ብሎ የነበረ የሆነችን ዛፍ አመጽኩት ነፍሲ 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح بذيه አይነት ሐዲሱ ረጅም ነው ኑህ የራሳቸውን ዱዓ ያስተውሳሉ ዱዓ አድርገው ነው ህዝባቸውን ያጠፉ ዛሬ ደግሞ ገላገላቸው ብለው ዱዓ ከሚያደርጉለት حزب ماحكل ينسون حزب الله جوز فلذي مه يما يغبى مسلو سلاتياچو نفسي 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 يلالو ودا ابراهيم يلالو سويت كابراهيم ودا موسى كلهم نفسي نفسي يالا عيسى جاء يدرسال كموسى ودا عيسى زاري الله تقططوال ካሁን በፊት ያልተቆጣ አይነቱን ካሁን በኋላ የማይቆጣ የሆነውን ቁጣ አይነት ምንም አይነት ወንጀል ሳይጠቅስ ነፍሲ ነፍሲ اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد عليه الصلاه والسلام ولا محمد يدعو الى سؤال محمد قال عليه الصلاه والسلام سويت يمطالو انت رسول الله وخاتم الانبياء انت يا الله ملكنيانه يا نبيات مدمدميانه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الى ربك
الا ترى الى ما نحن فيه يالو نبي عليه الصلاه والسلام يلالو فانطلق فاتي تحت العرش ابي الله نبي يهرنا كعرش بتاج متالو فاقع مساجدا لربي عز وجل لقيت الى الله سجد وردالو ثم يفتح الله علي من المحامد كذا الله سبحانه وتعالى يتلا يوم غسائنتين الله ما مغسبتن يكفتلني يالو لم يفتح على احد قبلي كني بفيت لمنم كفتوس ما يقون عينت وداسي الله يكفتلني الناس يجول لي يالو بذا عينت وداسي الله انا ودسالو ثم يقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع انت محمد وي راسنا انسى طيب تسطالله شفاعه ذرك شفاعه تقبينت يغنيال ابالالو راسينا نسالوكن فاقول امتي يا رب امتي يا رب يتيفي امي يلالو فيقال يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنه ابال الله خلال المهم بزي اين ترسلوا عليه الصلاة والسلام شفع عيد القلب كذا الله سبحانه وتعالى فيقضي يوصلنا يا جهنم مسوّج ولي جهنم اندهدو يدرقال يا جنة مسوّج ولي جنة اندهدو يدرقال وإن رسول الله للخلق شافع يملك يا الله مكتن عليه الصلاة والسلام لخلق شفع عيادر قالوا لهلهم من ميادر قوت يشفع عينتين لهلهم سايفون دمو لجنة سويت بالشاي من الدرجة شفع عينت السم جنة كفتهن وعي قلوا ثم جنة سويت نبي عليه الصلاة والسلام يسكفتها له يهم شفع عينتنا يهب نبي صلى الله عليه وسلم بالشاي تقدبه شفع عينتنا هون يتكسنا شفاعة الكبرى والعظمى من باله تلقوا شفاعة النام يجنة سوى جنة اللي كفت الله تشوف يميار القدس شفاعة بل بيجوه يتقدمه تزوج يا الله يشفع عينت نبينا للوتو يتقار ربت ويم كل من مستطف بتي هنا للوتو أنبياءوت ورسولوت مؤمنوش صالحوت صديقين وشهداءوت يميار القدس حتى يموتوا حصانات صالح لهنو عباس وچاچو مالك إيمان لالاچو عباس وچاچو عباس وچاچو تافر كالهنو شفاعة ميار القدس هنين تعلمان إيه وإن رسول الله للخلق شافع لخلق شفاعة ذرق الميميلو بزهينت شفاعة ميار القدس هنين تعلم لكافر الشفاعة يدرق الوي كتبالة فما تنفعهم شفاعة الشافعين يا أما لا جوش ملجاء النسونا يتقماتشون نهي القرآن لمتى شفاعة يلم لكافر لمشركوش شفاعة يتقن يولا كافر لأندسوا بتشانا السن بمحمد عليه الصلاة والسلام بتش يتقدمنا بزاسوا يبتشم يتقدمنا نبيهم كسوتي لما أنهم شفاعة يلم بزاسوا يبتش يتقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم بتشي تقدمنا ثم انه ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم اغوت يهونه مال ثم شفاعه يدرقالو سيبال مولو لمولو اندي ترفع يدله اندي قللت نو الله اكللولت عند قام ياكل ادريو عند متى وين دمو كغرو ماكل عند ثم يدرج الله تعالى جهنم أنا أتوك الزاء كبدتي تنسى فأساتو قلتنا فتما سكت كمهم يتنسى أنا بنتك التكالي للحديث وإن رسول الله للخلق شافع يا لو بذي هينت يتكسال شفاعا بدي شفاعا يمي تجدو كما أنه كتب على من الله سبحانه وتعالى الشفاعة ملك لله شفاعة يا الله قل لله الشفاعة جميعا بل شفاعة بدك علي يا الله يا الله سلف هنا ميت تيك أو زاري دنيا علي نبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ديار القلة عندسو بيفلق آخر عليك يا الله يا نبي شفاعة كم يغن يسوك عدر غن يبرو الله أنه متيك علم انجي نبي عليه الصلاة والسلام شفاعة يرقال لوسي بالسمتو
يا نبي الله شفاعتن بلو بيطيق ايه مشرك نو ميبال النبي صلى الله عليه وسلم مراق نو ميون يا الله مراق نو ميونو مالك شفاعه يميطيقو كالله نو شفاعه مثبته يطنا يترغاغط الله በሸሪዓችን የተረጋገጠው ሸፋዓ ከአላህ የሚጠየቀውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸፋዓ ለሚያደርጉት ለሆኑ ነቢያቶቹ ሙርሰሎቹ ሷሊሆቹ ለነሱ ክብር ሲል የሰጠው ትልቅ የሆነ እጣ ነው ይሄ ሸፋዓ ማለት እነሱ ያንን ሸፋዓ በማድረጋቸው ከአላህ ዘንድ የሚያገኙት ክብር ስላለ ነው ትልቅነታቸውን አላህ ሊያጎላው ፈልጎ ነው ሸፋዓን ያመጣ እንጂ አላህ ቀጥታ መማር አቀጥቶታ አይደለም ቀጥታ የሚመራቸውም ሰዎች አሉ ያለ ሸፋዓ ነው ቀጥሎ ምን ይላል وقل في عذاب القبر حق موضح وقل بل في عذاب القبر بقبر قطعات الجدي في عذاب القبر بقبر قطعات الجدي بل حق حق نو بل موضح قلت نو بقرآن بحديث تقلت وعلو موضح في الكتاب والسنة لذا يجب على المسلم أن يقول عذاب القبر حق عذاب القبر حق نو بلوليل يقبل عذاب, عذاب القبر حق نو ميلو يهي حديث لي متانو عائشة رضي الله عنها عند يهودي سيت بسوالي قبتا سلا عذاب القبر أنستها تناقرج كذا عائشة نبينا عليه الصلاة والسلام يقبل قطعة هلن دي بلا أيك أتشاتشو نعم عذاب القبر حق بزيه قال لك مؤلفه وتناقربت عذاب القبر حق نوبلوانا النوم يا الله من سنه عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع عندك تشفر يا درق بأرات تنقر تعوذ يا درق فليستعذ بالله من أربع كأرات تنقر بالله يتبكى عندنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ولتنا ومن عذاب القبر سوستنيا ومن فتنة المحيا والممات أرادتنيا ومن فتنة شر المسيح الدجال كالمسيح الدجال فتنة تنزي أرادتنا قبل سنزي عذاب القبر حتى نو عذاب القبر يمي كالكالة إيهي سيدر سبتي أكوال لدو لزانو كسلفو تشوستاندو عذاب القبر ايامنم بلو ما سرجا كليكو عذاب القبر ايامنم تبرو سينقرو من الا عذابه الله عذاب القبر الله هكما سوال دعاء الرجل الله يثبته ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تكفرن اتكفر اهل الصلاه يصلى سوتين صلاه يسجدوا سوتين مسلموتين معناته يتفلدوا مسلموتين اتكفر وان عصوا وانجل بيسرون منكوا زنا بيادرغو زنا يادرغو ادل بيادرغون وان عصوا بيامصوا انكوا من اتذرك انت كافر نو بلا هتبل فكلهم يعصي كل منكوا عصيان يسرال يونجلال وذو العرش يا عرش بالتبيت هنا الله دمو يصفح يمرال سلازم الذي يميماروتن الله يمرال المرن بلو يالو لا يمرم الله ظنينو كمونو قال شركنا هنا المرن بلو يا شرك حد يد الرسولتن الله يمرم يا شرك عينتوچين يا كفر عينتوچين تلقو كفر ذا وسط يكتتو نغروچين الله المرن بلو سلاله متنقك اسفلك الله ظنينو تبلو
ያንን አንድ ሰው ሰርቶ ከአላህ ፊት ይመጣ አላህ ያዝንለት። ነገር ግን ደግሞ አላህ ለዚህ አይነቱ ላዝንም ይችላል ብሎ ስለተናገረ አሊያ ደግሞ ቀጥቶ ቀደም ባለው መሰረት ሊሄድም ስለሚችል እነሱ ወንጀል ቢሰሩም እንኳ ወይ ናሶ ምን አታድርግ አንተ ሙስሊሞችን አታክፍር فكلهم يعصي لا يسلم احد من المعاصي ማንንም ከማዕሲያ የሚጸዳ የለም ሁሉም ያምጣል ሁሉም ዕስያን ይሰራል وذو العرش يسبحوا የዓርሽ ባለቤት የሆነው አላህ ደግሞ ይምራል። እንደውም አንተ ሰዎችን ካፊር ብለህ ከመራቅ ትልቅ ወንጀል ሰራ ብለህ ከማክፈር ይልቅ ማድረግ የነበረብህ ምነው? ይሄ እንግዲህ ተክፊር ለሆኑ ሰዎች የተክፊር ጀማዓ ውስጥ ለገቡ ወይም ደግሞ ለኸዋሪጆች ነው ይሄ ምክር። እነሱ ናቸው ሰውን በትላልቅ ወንጀል የሚያከፍሩት። አንዳንዶቹ ደግሞ ብሶባቸዋል በአሁን ጊዜ የካፊር ደውላ ውስጥ ስላለህ ብቻ ሊያከፍሩህም ይችላሉ። ሰርተሃል ይሄንን ስሰራ ይቻለውም ሳይሆን ማናባህ እዚህ ተቀመጣለህም ሊሆን ይችላል። ሱብሃንአላህ ወይ ደብደ ይሄ እንግዲህ ራሱን የቻለ ትልቅ ከአላህ ረህመት ሰዎችን ተስፋ ማስቆረጥ ነው። አላህ ባላጠበብባቸው ነገር ሰዎችን ማጥበብና ሰዎችን ማስጨነቅም ነው። من صلى صلاتنا واكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا يኛ صلات يسجدالو يا الله متي قبلتنا يتقطعه ارداتنا يبلى فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا مسلم ما له سنه لنيا يالن نجر لسو الله انيا له يالو نجر دمو بنيا له جديتا ميطالو نجر بسوم لا يالبت اهل السنه والجماعه በዚህ የተነሳ ከብዙ ጀማዓ ጋር ርምት የተሰጣጡበት ነው። ለምሳሌም እዚህ ቦታ ላይ ድንበር ካለፉት ውስጥ ኸዋርጆች እና ሙዕተዚላዎች ናቸው። ቀደም እንዳየ ነው። በተቃራኒ ጎን ደግሞ ሙርጃዎች የሚባሉ አሉ። እነዛንም ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ግጥም ላይ እየመጣንበት ነው። ምን ይላል ቀጥሎ? ወላ تعتقد اعتقاد እንዳታደርግ እምነት አድርገህ እንዳትይዝ رأي الخوارج የخوارጆችን አመለካከት ይሄ تحذير ነው የሚባለው። تحذير በጥቅልና በተናጠል አለ። በጥቅል የሚባለው የዚህ አይነት አመለካከት ያለባቸውን ሰዎች ተጠንቀቅ የሚል እከሌን እከሌን በሚል ተህዚር አለ ወይ ሸሪዓችን ላይ ከተባለ እንዳስፈላጊነቱ አለ። የሚናገርበት ሰው ይመረጥለታል እንጂ አህል የሆነ ሰው ይመረጣል? ያስ የሚናገሩበት አካል ምን ያክል ስህተት ነው የሰራው እንዴት ነው መናገር ያለብኝ የሚለው ይሄ ለዑለሞች የሚሰጥ ባብ ነው እንጂ በተናጠል እንኳን ለምሳሌ ባጠፋ እከሌ ይህ ሰው ተብሎ ስም የተጠቅሶ ወርድ መሰጠት አለ ከድሮ ጀምሮ። ለምሳሌ አላህ መንተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኸዋሪጆቹ በግዜው እንግዲህ የኸዋሪጅ መነሻ የነበረው ሰው ረሱሉ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጥቶ ምንድነው ያለው? ያ ሙሐመድ اعدل فانك ما عدلت فلاج ፍትህ እየሰራ አይደለም ፍትህ ብትሰራ ጥሩ ነው አለ። አሁን እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ይያላቸው ነው? ዛሊም ይያላቸው ነው። የኸዋሪጅ ራህ ያደለ ሁሉ ከላይ ያለውን ሰው ዛሊም ማለት ነው። ሁሉ ግዜ ስራቸው ይሄ ዛሊም فاسق مجرم كافرنا مجرمنا ይመሳሰለ ይሄ የኸዋሪጅ ስራ አሚር ላይ ሁሉ ግዜ መውጣት ነው። አልሙሂም ይሄንን ብሎ አላቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከዛው ኋላ يا الله نبي عليه الصلاه والسلام من قالوا من الذي يعدل اذا لم اعدل اني فتن قال سروا ما انه فتن يسروا بمريت لا الا تامنوني وانا امين من في السماء سماء لي يالو الله تامن يا درغني لوح ان انت تامنني بتلاقي حاجه
በላዋሉና ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ሰውዬ ጀርባውን አዙሮ ሲሄድ ልብ በሏል يخرج من ضئض هذا الرجل ይሄ رجل ይታወቃል አይታወቅም ፍላን ነው አይደል ከዚህ ሰውዬ ጀርባ ሰዎች ይወጣሉ አሉ ያላህ መልእክተኛ የሰው ሐጅ ቁል ከዚህ ሰውዬ ጀርባ ሰዎች ይወጣሉ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كدين يتسفن الطور يطلو لك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يتلاجي لك قرطنا قروا الله مثل عليه الصلاة والسلام قرآن يقرأ له قرآن أتشو ودوس ذكاء لله ودوس تيقبام زنبلو ظاهر لي تنتعلى له قرر أتشو يما يلفنا كدين يتسفن الطور يطلو بلو تناقر المهم اكل يميبالن يهو بالله صلى الله عليه وسلم الله عليه الصلاه جن ايهي نجر مدرج يالبت بالله سبوچ لا تحذير لا مدرج دطو يكون سو عالم تمرطو عالم يكون سو مستفيل لا من فيتنا يا نسال بيي بالله سبوچ كجبا عند سو زمو بلو كواسم لي زمو بلو ذا سيراغط يونه بوتا لي كاندو سو سوغا كتقايجم مدرج يا زلتا ينسانا فلان ابن فلان حزبي قطبي ستنققوا تلا ضال مضل منهم يالهونون سلو قبان الله من هنا المجرش عليه بسميت زنبلو بجاهل يمدال إيهين دايما دا علماء اتشو يهباب يتحذير باب لما نبلوا لأهل العلم أبصو يثنيو باب خاصة الذي سوتني من التلو باب اما بتقل تقل ما تحذير ما ادرك ايه واجب على كل مسلم ايه بتناقل تحذير ما ادرك حتى دجالم اكو غلظم نو لب بلو دجالم غلظم عندم نبي يصرف يلم الا حذره كل ما استنققوا ايه بتناقل الا جن بتجبي بوتا ببوتاو بحق يا لزل بعد هنا مو هنا يلف رحمه الله ازيغا بتقلو نو بتقلو تحذير كميدرغوتس يتلايو باسلام اسم من قسقسو جماعاتوت اسمنا ما يوكلو ويم اداديس فطران يقلاقلو دبلق اسمنا يزو ميهدو النزيف هو ماغنيت ياللبت طرت يالو مسلمنا سلاهنا المصفى الذي كان عليه رسول الله واصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ينبربتن صحابته ينبربتن طرت يال مسلمنا يزو مي سلاللبت انذيهنم تحذير يدرغالنا لذي نو زي من يالو مؤلف رحمه الله ابن ابي داود ولا تعتقد راي الخوارج انه يا خوارجوچن املكاكت اذا هندات هيد اسوكو يا خوارجوچ املكاكت مقال النغغر نو لمن يهواه لمن يهواه لم مالت يهنن هوا لميكتلو انغدي من ادرغو لمن يهواه مالت هوا مهونن تناغر هوا مالت سميت سميت نو يهنن سميتن تكتلو لميكتلو مندنوال يردي حلاك است ميكتنو يهلك من قال به يردي مالت يهلك مال ياطفال دينن يبلغش يا خوارجوچو اكاين ويفضحو يواردالم سوونك الله فيت يمواردن نو سلازين يهنن يا خوارجوچ مذهب يزهن داتيد بمالت استنكك مالت نو يهي لهولم جماعه باطل بهونه ملكو لم يهدو ما سرجال يتكلكلم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه